بعد افتتاح عدد من البلدان لقنصليات عامة لها في مدينة العيون في الفترة الماضية، جمهورية الكوت ديفوار تنضم إلى هذه البلدان وتفتح اليوم قنصلية عامة لها في العيون. وترأس حفل افتتاح هذه القنصلية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الاندماج الإفريقي إيفواري خارج على كوليبالي كوليبالي. ويتعلق الأمر بخامس تمثيلية دبلوماسية بالعيون بعد القنصلية العامة لجزر القمر المتحدة التي شرعت في تقديم خدماتها في ديسمبر المنصرم، والقنصلية العامة للغابون وساوتومي وبرنسيب وجمهورية إفريقيا الوسطى التي دشنت في يناير الماضي. كوت ديفوار كانت من الدول الأولى اللي دعمت المغربية الصحراء. عالم الكوت ديفوار كان كيرفرف في المسيره الخضراء في 1975، وبالتالي المواقف ديال جمهوريه كوت ديفوار كانت دائما مواقف ثابته فيما يتعلق بمغربيه الصحراء. وهذا القرار اللي خدا فخامه الرئيس ألاسان واتارا بفتح قنصليه عامه عنده واحد الخصوصيه. الخصوصية الأولى هي الطريقة باش اللي مشات فيها كوت ديفوار للإعلان على هذا أو اتخاذ هذا القرار. كوت ديفوار هي أول دولة كدير قنصلية عامة ماشي قنصلية. ثانيا أن فخامة الرئيس فضل بأن القرار يتخاذ في مجلس وزاري، وتخاذ في الشهر الماضي في إطار مجلس وزاري قرار بفتح قنصلية بشكل علني وبشكل رسمي. ثانيا تعلن عليه من قبل الناطق الرسمي باسم الحكومة الإيفوارية في إطار واحد البلاغ اللي صدروا الناطق الرسمي باسم الحكومة الإيفوارية على إطار الاجتماع الوزاري. وبالتالي فهو مر بواحد المسلسل رسمي دستوري قوي. ثانيا العلاقات بين المغرب وكوت ديفوار هي علاقات متميزة جدا. بحال اللي كتعرفوا جلالة الملك زار 6 المرات جمهورية الكوت ديفوار، وخلال وهو من الدول الأكثر اللي زارها جلالة الملك في إطار الزيارات الإفريقية. وخلال كل هذه الزيارات تم تعزيز العلاقات الثنائية، بحيث أنه اليوم كاين هناك واحد تعاون ثنائي، تعاون تقني، تعاون اقتصادي مهم بين البلدين.